ازيكم؟ اتعاملت في اخر 3 سنين مع اصحاب مدارس انترناشنال في مصر، وهقول لكم عن تجربه كده اهوت، يعني من السامبل من الناس دول ممكن نشوف ازاي الناس اصحاب المدارس بيفكروا ازاي. هو اول حاجه ايه انماط اصحاب المدارس الانترناشنال؟ بيبقى واحد جاي معاه فلوس في الخليج، من الخليج دايما، يعني بيبقى بنتكلم في ماليه فوق ال 100 مليون جنيه. يبقى واحد جاي معاه فلوس من الخليج، او مهندس او دكتور في مصر، وشايف سبوبه كويسه يعني، او واجهه اجتماعيه، لان هو يعني اللي معاه 100 مليون مش محتاج يشتغل، فهو بيحب يعني ايه ان يبقى رايح الشغل وجاي من الشغل، وكانه يعني ايه هو ده شغله يعني. وفي منهم وارث اراضي، وفي منهم وارث المدرسه نفسها. فمن ضمن الحاجات الواجهه بالنسبه له اهم حاجه المنظره، يعني ايه يعني في حفله نهايه السنه دي، العيال ما تعلمش طول السنه، بس المهم يبقى في حفله نهايه السنه، رغم ان مثلا ما فيش في امريكا حاجه اسمها حفله نهايه السنه في اي مدرسه، يعني ايه هو يا دوبك حفله تخرج وخلاص، تخرج ومع السلامه. انما العيال ما بتدرسش طول السنه اخر حصتين او اخر 3 حصص كل يوم عشان يجهزوا للحفله المبهره دي، اللي هي ملهاش يعني الأنشطة مهمة بس مش تاكل اليوم. فأنت تحس إن أنت داخل مسرح، يعني مش داخل مدرسة، يعني هدفها الأساسي تعليم الأولاد. طبعا بسبب النتيجة دي العيال مستواها بيبقى مش كويس، بس العيال لازم تنجح في الآخر، خلي بالك يعني إيه، العيال لازم تنجح، وفي 2-3 كده عايزين نمشيهم، فبيبقى نعمل معاهم الواجب يعني. كلكم عارفين الكلام اللي انا قصدي يعني. فتلاقيه دايما بيتدخل في شغلك بقى، وما يحترمش وقت راحتك، يعني ايه الباشا بينام الساعه 2-3 بالليل، فيكلمك الساعه 11 بالليل، ايه الاخبار النهارده يا دكتور محمد، يعني يكلمك كده. فمهتم جدا بالمباني، زي ما قلت الموضوع كله منظره وواجهه اجتماعيه، فتلاقي مهتم من المباني مش المدرسين، رغم ان الكورونا دلوقتي اثبتت لنا ان المباني هي ملهاش اي لازمه، المدرس ممكن يقعد في جنينه يدرس للاولاد، مش على مدار الاف السنين من منطق المدارس ده، اللي هو المدرسه اللي بصور دوت، كان اساسا معمول زي السجون، تصميمات زي السجون عشان يطلعوا في وقت الراحه زي السجن، هتلاقوا الكلام دوت مكتوب في الكتب بس محدش بيقول عليه. تلاقي بسبب الكلام دوت عنده منطق ساعات غريب جدا ان هو يمشي المدرسين كل سنه. ليه؟ عشان ايه؟ ما يعملوش عصبجيه وكلام فاضي من ده، والنجاح يبقى ليه هو، المدرسين والمديرين. فتلاقي المدرسين يعني متوقعين يتغدر بيهم في اي لحظه. وهو يقول لك ايه؟ هما بيغدروا بيا، لو خدوا 100 جنيه هيمشوا. طب ما طبعا لازم واحد يعني بيخصم لهم لما بيغيبوا، وده في ناس بتدفع ثمن التدريب للمدرسين كمان. يعني واحد داخل يعني بيتدرب عشان يفيد الولاد اللي هم عندك، عشان سمعه مدرستك. فطبعا المكان بيفشل، اي مكان بيغير الناس كل سنه بنسبه كبيره لازم يفشل، لانك بتبدا من جديد. هم عندهم اقتناع غريب جدا، انا اللي بمشي، وانا يعني انا الحكومه، انا اللي بعرف اعمل كل حاجه. وده بيديله احساس بالاهميه، لان الناس بتقعد تتملقه وتتحايل عليه كلام فاضي من ده يعني. يعني هو الناس من غير الفلوس اللي معاه مش هتعامل معاه، يعني الناس كلها بتحبه. حتى تلاقي الناس حتى تحبوا على الفيسبوك او حاجه بيعملوا له ديليت اول ما العلاقه تنتهي. ف تلاقيهم بقى كمان ايه ودانيين جدا، يعني يقعد يسمع ومن الناس ويكون اراء بناء على، طب ما تروح تشوف بنفسك يعني. فدي انماط الناس اللي شفتها. في فئه تانية انا نسيت اقول عليها، اللي هم الناس اللي هم يعرفوا ناس تقال، او واحده متجوزه واحد تقيل، او واحده قريبه وزير مش عارف ايه، فتلاقيها فاتحه مدرسه وقاعده ورائده التعليم بقى هي، يعني مت يعني، وبتعمل اجتماعات وكل حاجه، بس اجتماعات الولا حاجه، اللي هي ايه تطلع منها انت، طب هي كانت عايزه تقول ايه؟ هي مجتمع معانا بقى لها نص ساعه بتتكلم في لابد ولازم وحاجات لازم تحصل، طب يعني احنا بنعملها،
او احنا فاهمينها اساسا، يعني الحاجات اللي هي الاساسيات ديت، فما تلاقيش حد صاحب يعني ايه دراسه تطور المكان وتخليه زي المدارس اللي بره، وبعدين يجيبوا بقى واحد اجنبي واحد اجنبي يسموه مستر جون او حاجه. فمستر جون ده عباره عن حد هنا هو غير مؤهل في البلد بتاعته، وبعدين لان هو لو معاه سيرتيفيكيشن مرتبه بيزيد عن $50,000-$60,000، ومفيش مدرسه في مصر هتدفع الكلام ده. فبيجيبوا واحد عشان لزوم ان هو ايه اولياء الامور احنا عندنا، والمدرسين يجيبوه منين؟ من ساوث افريكا. حتى المدرسين بتاعتنا كلها احسن منه، من رومانيا. المهم يبقى عندها لوازم الشعر الاصفر وهي الاكسن بتاعتها اتقل من المدرسه بتاعتنا. فهو الموضوع انا بسميها مش المدرسه، المنظره. فبطلوا منظره وعلموا الناس، علموا العيال وهاتوا العيال في الفصول.